في خطوة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، بادرت معتمدية الشوف الأعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي بتوجيه من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى إطلاق مشروع بسمة أمل. فما هو هذا المشروع؟ هو عبارة أنه نحن عم ناخد التياب من عند الناس يلي خادرين يخدموا ونوزعهم للعائلات الأكثر فقرا. في ناس ما معها عندها حرمات تتغطى فيهم، في ناس ما عندها أكل تكون عم تأمنه. هيدا المشروع هو رح يكون حقيقة بوابة لألنا تنقدر نفوت على كل البيوت ونشوف كل الأوضاع ونوقف حد الناس اجتماعيا مثل ما هن عم يكونوا واقفين حدنا بالمراحل اللي نحن عم نكون بحاجة لها. تقديمات بسمة أمل لا تقتصر على الملابس، إنما تتعداها إلى مختلف السلع والحاجات التي قد يكون البعض في حاجة إليها. وبحسب عبد الصمد، فإن أهمية المشروع تكمن في الرؤية الإنسانية أولا، ويكون المشروع ديناميكيا وفي تطور مستمر لخدمة المجتمع. هيدا المشروع رح يكون عنده أكثر من دور بأكثر من مرحلة، رح نطلق بهيدا المشروع على بداية العام الدراسي. رح يكون في عنا تبديل كتب بين طلاب طلاب المدارس والثانويات. بنفس الوقت هيدا المشروع رح يكون له دور حتى بالأعياد، عيد الأضحى وعيد الميلاد. كمان رح نكون عم نطلع على الناس بأفكار جديدة ونكون موجودين حقيقة حد وجعهم وحد الحاجات اللي هن عايزينها. المبادرة مجانية بالكامل وتعتمد على التقديمات والعمل التطوعي لأفراد يؤمنون بأن جوهر المجتمع هو الإنسان. أنا بعتقد نحن حزب كمال جنبلاط، حزب الإنسان، هيدا دورنا وهيدي واجباتنا، ونحن ما عم نعمل شيء أكتر من قناعاتنا ومبادئنا يلي انتسبنا لأجله على هيدا الحزب وأمننا فيه ورح نشتغل عليه بشكل أساسي.